السيدة إسراء، أيهما أفضل، أن يعيش الطفل مع زوجة أبيه لو مع زوج أمه؟ احنا خلينا نقول انه اولا هنالك نص آية قرآنية كريمة تتكلم في سورة النساء: وحرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انا اعتذر اذا ما حفظتها بالضبط. فبالتالي هنالك تحريم صريح بنص آية قرآنية لزوج الام على البنت، يعني البنت بالنسبة لزوج الأم هي حرمتها عليه مثل حرمة أمه ومثل حرمة أخته ومثل حرمة بنته، لكن لم يوجد نص آية قرآنية يحرم أخو زوجة الأب على هذه البنية، أو يحرم أخوها لزوجة الأب على هاي البنية. زين، هاي البنية عند زوجة الأب، طبعا إحنا نعرف أن الأم هي أحن على الطفل، يعني هي عاطفة الأم، هذا الطفل هو جزء منها وجزء من كيانها. زين، هاي زوجة الأب. زوجة الأب، الأب بطبيعة الحال الرجل يطلع إلى العمل، يروح العمل، الأم هي اللي متواجدة بالبيت، الطفل هو متواجد يم الأم وليس يم زوج الأم، لأن هي الأم هي المتواجدة بالبيت. بس الأب من يطلع للدوام ويعوف البنية أو الولد يم زوجة أبوه، فهاي الطفلة إجا أخوها لزوجة الأب، إجا على أخته زيارة، أخته ويريد يجي عليها زيارة، شنو الصفة الشرعية لهاي الطفلة مع هذا الرجل؟ ما صارت عندنا حالة مثل حالة الطفلة إسراء اللي اغتصبها أخو زوجة أبوها؟ مو محرمة عليه شرعا، لا هي أخته ولا هي بنته ولا هي أي تحريم شرعي ما إلها عليه. زين، هذا الأب طلع للعمل وعاف بنته يم زوجة الأب، وإجا أبوها لزوجة الأب أو ابنها لزوجة الأب دا يزورها. زين، شنو الصفة الشرعية لهاي البنية ويا هذول الأشخاص؟ ما يحلون إلها، هذول كلهم يحلون إلها شرعا، يعني أبوها لزوجة الأب يقدر يتزوجها لهاي البنية، واخوها ممكن انه يتزوجها، وابن عمها ممكن انه يتزوجها، واخوها ممكن انه يتزوجها، لكن زوج الام هو محرم شرعا بنص ايه قرانيه قالت: وحرمت عليكم ربائبكم اللاتي في حجوركم. وهاي حرمه دائمه وليست حرمه مؤقته، وانا يعني اعتذر انه انا اتكلم بهذا الموضوع بحضور الشيخ، بس هي حرمه دائمه، حرمه الربيبه هي حرمه دائمه على زوج الام. طيب، يعني انت واضحه انه تأيدين، طيب بالمحصلة تأيدين بقاء الطفل وخاصة البنت مع أمها أكثر ما تروح إلى زوجة الأب. بأقل من دقيقة سمحت الشيخ، الآية ووجه الشرع، أقل من دقيقة لأنه وصلت إلى ختام الحلقة. يا عزيزي، كما تفضلت ست إسراء، تكلم القرآن عن المحرمات في سورة النساء. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم إلى أن قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، إلى آخر الآية. نعم، كما تفضلت، فلذلك نحن نقول نعم، أينما حقيقة وجدت مصلحة المحظون نمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خير غلاما بين أمه وأبيه، فاختار بعد ذلك أمه، فالمصلحة المحظون هي التي تحدد لنا. وأن كذلك امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلس الأم والأب ورأى اثنيناتهم حقيقة محقين في هذه المسألة، فقال: استجمع عليه، يعني اقترعا عليه. بعد ذلك لما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة ليست ذلك كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فاختار بعد ذلك أمه.